اللقاء. يا حسن زينب، يا ابو زينب، زينب لا عايز اجيب لك راسي. راسي راسي راسي. Thank you.
أعزائي المشاهدين، أعزائي الحضور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من أثير إذاعة صدى اف ام. نقول لكم هذه المباراة التي تجمع الساحل وحطين هنا من الملعب البلدي في مدينة طرطوس، هو لقاء بين الساحل وحطين، بين الأصفر والأزرق، بين لون الرمل ولون البحر. هي مباراة تختلف في تفاصيلها وتداعياتها ومعطياتها وألوانها وطموحاتها عن جميع المباريات. الساحل يريدها للبقاء وحطين للمنافسة، وشتان بين الحالتين، فمن يقاتل من أجل الحياة يختلف عن من يقاتل من أجل السعادة. وفي قانون الحياة والطبيعة عادة الحيتان لا تقترب من الساحل، ولكن في بوتقة المستديرة كل شيء مختلف. وطوق النجاة لأصحاب الأرض موجود في شباك الشاهر المتألق دوما، هو قالها وليس أنا، أقصد هنا نابليون. خذ الوقت الكافي للتدبير، ولكن عندما يحين وقت العمل توقف عن التفكير ونفذ. نعم، هو يوم التنفيذ، يوم مقارعة الكبار، يوم الكبار، نعم الكبار الذين لا يفكرون إلا بالفوز. نعم، هو حطين يا سادة الذي يحتفظ بشفرة الفوز 90 دقيقة بنفس واحد دون توقف، لا شهيق ولا زفير في جهازه التنفسي إلا مع صافرة النهاية. على العموم هي مستديرة ولا قوانين لها ولا مستحيلة فيها، من يسجل يفوز ومن لا يسجل يسجل عليه. لا مكان اليوم للعناوين، والعبرة دائما في النصوص في مقدمتها وتفاصيلها وخواتيمها. ننتقل الآن إلى تشكيلة الفريقين، ولندخل الآن من الشواطئ إلى الأعماق إلى حديث المستطيل الأخضر. نبدأ من فريق الساحل، يلعب في الحراسة محمد المصري، في الخط الخلفي أحمد كلاسي، عمار سليمان ومحمد حديد، يوسف فياضي في وسط الميدان، وسيم جفلة، ماهر برازي، علي سعيد، عبد الكريم حسن في المقدمة، عبد الله جمعة، ومؤنس أبو عمشة. لفريق حطين يلعب في الحراسة شاهر الشاكر، في الخط الخلفي حسين جويد، حسين شعيب، وأحمد الشمالي، عبد الملك عنزان، وأحمد الأشقر، محمد قلفاط، في وسط الميدان وائل الرفاعي، يوسف قلفة، أنس بوطة، وفي المقدمة كرأس حربة مارديك مردكيان. إذن أصدقائي، هذه المباراة اليوم من الملعب البلدي في مدينة طرطوس. نقول لكم الساحل وحطين، كما قلنا وتحدثنا أن الساحل يريدها للبقاء وحطين للمنافسة، وشتان بين الحالتين. إذا ندخل الآن إلى حديث الأقدام وإلى المستطيل الأخضر، إلى رمية تماسي فريق حطين، على تنفيذ جويد، جويد بلمسة إلى داخل المنطقة، تعود الكرة، خطير، يحاول ولكنها تعود، يحاول وتصطدم الدفاع، إلى وسط الميدان، تعود الكرة في الخطوط الخلفية لفريق حطين، ولكن لم يستطيع السيطرة عليها، وإلى خارج المستطيل الأخضر إلى رمية تماس علي السعيد، ولكن الحكم ماذا يشير؟ تبديل في رمية التماس، الجويد على تنفيذ، أو عبد الملك عنزان على تنفيذ رمية التماس لفريق حطين. هذا اللاعب المميز، هذا اللاعب الخبير عبد الملك عنزان الذي احترف في الدوري القطري مع عدة أندية. شوف الكرة في وسط الميدان، تعود في وسط الميدان، والصافرة من الحكم عبد الله بصلح له. إذن يقود اللقاء الحكم عبد الله بصلح له، مساعد أول إياد هنداوي، مساعد ثاني ياسين بي، وحكم رابع محمد سيدناوي. إذن في الخطوط الخلفية على التنفيذ أحمد كلاسي، كلاسي كرة طويلة، تعود كرة عبد الكريم حسن، يحاول السيطرة عليها ولكن تعود بتغطية دفاعية إلى وسط الميدان. يوسف قلفة يحاول، القلفة يحاول المرور بالسرعة ولكن لم يستطيع نقل الكرة إلى أنس بوطة بشكل صحيح، تعود بتغطية دفاعية من الكلاسي إلى الجفلة في وسط الميدان، جفلة تعود كرة طويلة على الجهة اليسرى لفريق الساحل، ولكن طالت على السعيد أو على مؤنس أبو عمشة، وإلى خارج أرضية الميدان إلى رمية تماسي صالح فريق حطين. إذا رمية تماس لفريق حطين، كرة في الوسط، تعود الكرة لفريق الساحل، جفلة ولكن تعود الكرة لفريق حطين على الجهة اليسرى، يحاولون التقدم، كرة على الجهة اليسرى لفريق حطين ولكنها طالت وإلى خارج أرضية الميدان إلى ركلة مرمى لصالح فريق الساحل.
حاول عبد الملك عنيزان أن يكون أسرع ولعب كرة طويلة باتجاه القلفاط، ولكن طالت وتعود الكرة إلى وسط الميدان مرة أخرى. علي السعيد، السعيد كرة طويلة، تغطية دفاعية مرة أخرى، شوف الكرة تتراوح بين اللاعبين وتدخل في وسط الميدان، والحكم بصافرته يعلن عن خطأ لصالح فريق الساحل بعد تدخل عنيف على عبد الله الجمعة وخطأ في وسط الميدان لأصحاب الأرض القراصنة فريق الساحل. إذن علي السعيد يرفع كرة، تعود كرة ولكنها سهلة عند شاهر الشاكر حارس فريق حطين، طويلة إلى الأمام باتجاه مرديك أو يوسف قلفة، القلفة بالكنترول، القلفة يحاول التقدم والمرور، قلفة مازال يقاتل على الكرة، يوسف فيادي أقرب إليها، تعود لمارديك، مردكيان، المردكيان يحاول وبعدها تدخل من الجفلة، حكم الساحة يشير إلى خطأ لصالح فريق فريق حطين. إذن خطأ لفريق حطين، منع للتنفيذ. مارديك مردكيان أمن. لنشاهد ونتابع هذا اللقاء بين الفريقين. الجويد على التنفيذ، أما الجويد أو الشمالي، الجويد على التنفيذ. على كل حال نتابع الآن الكرة، نتابع الآن اللقطة، جويد أو شمالي، تعود الكرة عرضية إلى الأمام ولكنها تصطدم وبتغطية من الكلاسي، تعود الكرة أنس بوطة بالرأس والمقاتل على الكرة، شوف الاستبسال، كرة على الجهة اليسرى وصافرة ولمسة يد، وتعود الكرة لفريق الساحل في المناطق الخلفية. إذن على التنفيذ عمار سليمان، هذا اللاعب الذي كان يلعب لفريق النواعير في الموسم الماضي، إلى خارج أرضية الميدان على التنفيذ برمية تماسي صالح فريق الساحل، على التنفيذ يوسف فياضي كابتن فريق الساحل، يوسف كرة عند علي السعيد ولكنها تعود، شوف الكرة، شوف اللقطة لعبد الله الجمعة على اليمين، عبد الله تعود فياضي مرة أخرى، حطيني على الجهة اليسرى، كرة عند فريق حطين باتجاه مرديك أو أنس بوطة إلى خارج أرضية الميدان وإلى رمية تماسي صالح فريق حطين. عبد الملك عنيزان لأنس بوطة ولكن إلى خارج أرضية الميدان بتغطية دفاعية من عمار سليمان إلى خارج المستطيل الأخضر إلى رمية تماسي صالح فريق حطين. عبد الملك عنيزان على التنفيذ، عبد الملك تعود لأنس بوطة، خطير داخل المنطقة، فريق حطين، كورة عند مرديك، خطير جدا مرديك، خطير جدا المردكيان، كورة بين المدافعين، راحت لمرديك، مردكيان سدد الكورة باتجاه الشباك ولكنها مرت بتغطية دفاعية بالرأس تصطدم وتعود الكورة ليوسف قلفة على الجهة اليمنى، ينقل الكورة ولكنها تعود بين أحضان محمد المصري. كرة لو استغلها مارديك بشكل صحيح لكانت هدف أول، سدد مارديك باتجاه الشباك، سلامات لأحمد كلاسي، على ما يبدو أحمد كلاسي هو الذي أبعد الكرة برأسه، كرة كانت بين المدافعين مرت وجاءت عند المارديجول الكابيتان لفريق حطين، سدد الكرة بشكل مثالي ولكن الكلاسي كان أفضل برأسه، أبعد الكرة وتعود بالروح الرياضية لفريق الساحل عند محمد المصري. كرة طويلة، تعود كرة بالرأس مرة أخرى في الوسط، جويد، جويد باتجاه مرديك، مرديك بالسرعة يحاول السيطرة على الكرة على الجهة اليمنى، طالت على مرديك وركلة مرمى لصالح فريق الساحل، 0-0 ما زالت النتيجة بين الفريقين. أصدقائي المشاهدين، هذا البث حصري لإذاعة صدى اف ام على الموقع الرسمي على فيسبوك، نقول لكم
اليوم عدة مباريات بخمس مباريات في آن واحد من إذاعة صدى إلى كل أنحاء سوريا لتشاهدون وتستمتعون بصورة أفضل. فياضي كرة طويلة ولكن تغطية وتعود بكنترول وإلى خارج أرضية الميدان إلى ماذا؟ إلى رمية التماسي صالح فريق الساحل. كرة مرة أخرى بتغطية دفاعية عبد الملك عنزان. جفلة جفلة يعود لعبد الكريم حسن يحاول ولكنها تعود لشمالي طويلة إلى الأمام ولكن محمد حديد طويلة الكرة محمد بتجي علي السعيد. علي هل سيكون خطير؟ ولكنها مرت. علي السعيد حاول التسديد حاول أن يكون خطير ولكن الكرة بين أحضان الشهر والكرة تعود حطينية على الجهة اليمنى عند يوسف قلفة. القلفة يلعب كرة لجويد. قلفة يحاول قلفة لمارديك عرضية إلى الأمام ولكن بالرأس بتغطية دفاعية من عمار سليمان والكرة تعود إلى وسط الميدان مرة أخرى إلى الخلف قليلا. شوف فريق حطين بالهدوء ببناء هجمات بشكل بطيء. كرة عند شمالي داخل المنطقة حطينية تعود جويد يحاول كرة لفريق حطين. مارديك ولكن ماذا يشير الحكم؟ إلى متابعة وكرة إلى وسط الميدان. مارديك دخل المنطقة من الرواق الأيمن حاول الاختراق حاول الدخول ولكن التغطية الدفاعية تعود الكرة السحلوية. مونس أبو عمشة هل هناك ردة فعل سحلوية؟ كرة عند فريق الساحل مرة أخرى. شوف الكرة بين المدافعين جفلة في الوسط جفلة الكرة عند علي السعيد. علي لمؤنس على الجهة اليمنى فياضي يحاول بالسرعة ولكن تغطية دفاعية ممتازة وإلى خارج أرضية الميدان. عبد الملك عنزان أبعد الكرة إلى خارج المستطيل الأخضر. لمسة من الفياضي إلى داخل المنطقة ولكن الكرة تعود عند قلفة. يوسف في الوسط القلفة يحاول المرور يحاول التقدم يحاول إرسال الكرة بشكل صحيح للزملاء. تعود الكرة جفلة إلى الكلاسي طويلة إلى الأمام خطيرة مرة أخرى. هل ستكون أم أن حسين شعيب له كلام آخر؟ بتغطية دفاعية برأسه الكرة تعود حطينية طويلة الكرة إلى الأمام ولكنها طالت على القلفة وإلى خارج أرضية الميدان إلى ركلة مرمى لصالح فريق الساحل. إذا ركلة مرمى لصالح فريق الساحل على تنفيذ محمد المصري. الإثارة تزداد بين المنافسين وبين المنافسين. نعم تشرين والجيش وحطين. تشرين اليوم المتصدر برصيد 46 نقطة يحاول جاهدا الحصول على النقاط الثلاث أمام اليوم أمام فريق جبلة هناك في مدينة اللاذقية. تعود الكرة محمد المصري طويلة إلى الأمام استقبال وكنترول من علي السعيد إلى وسط الميدان جفلة ولكنها تعود طويلة باتجاه مارديك مارديكيان ولكن محمد المصري خروج موفق وتعود الكرة إلى وسط الميدان مرة أخرى. شوف فريق الساحل يعتمد على نعم على التكتل الدفاعي منذ بداية المباراة تفاديا من الفريق الحطيني. نعم لديه أسماء مميزة فريق حطين يوسف قلفة ومارديك مارديكيان وأحمد الأشقر وغيرهم من اللاعبين المتميزين ولكن الجماهير السحلوية كلها أمل وكلها ثقة باللاعبين المتواجدين داخل أرضية الميدان وهي تؤمن بقدراتهم. كرة برأسية من عبد الملك تغطية وإلى خارج أرضية الميدان إلى رمية تماسي صالح فريق الساحل. الفياضي على تنفيذ رمية التماس يحمل شارة الكابتن اليوم يوسف فياضي ولكن أوف سايد ورايا. تعود الكرة حطينية بعد تسلل على مؤنس أبو عمشة. إذا في المناطق الخلفية كرة عند حارس فريق حطين تعود الكرة شمالي أحمد. شوف الثقة شوف
نعم واثق الخطوة يمشي ملكا، والكرة إلى وسط الميدان، تعود الكرة السحلوية عند الجفلة وإلى خارج أرضية الميدان. رمي التماسي صالح فريق حطين، طويلة الكرة باتجاه الأشقر ولكن رأسية من عمر سليمان بتغطية دفاعية، كرة تنقل باتجاه يوسف قلفة على اليمين. القلفة سيطر على الكرة، يوسف القلفة يحاول المرور، تعود الكرة إلى وسط الميدان، طويلة بكرة عرضية ولكن عمار سليمان بتغطية دفاعية، الكرة تعود إلى وسط الميدان، علي السعيد، السعيد وقوع الأرض والحكم بصفرته يشير إلى خطأ لصالح فريق الساحل. إذن ضرار الرداوي جاء الآن أو جاء اليوم لمدينة طرطوس ليكون ويفرض نفسه ضيفا هاما وضيفا ثقيلا على فريق الساحل أصحاب الأرض. كرة طويلة إلى الأمام على الجهة اليمنى، مؤنس أبو عمشة، عرضية ولكن سهلة عند الحارس شاهر الشاكر. شاهر كرة طويلة باتجاه مرديك مرديكيان، مرديك يحاول، هل ستكون كرة خطيرة ولكن ماذا يشير الحكم؟ هل هناك راية أم تسلل أو خطأ في وسط الميدان؟ والكرة تعود سحلوية، خطأ والكرة تعود لفريق الساحل. إذن أصدقائي المشاهدين 0-0 ما درت النتيجة بين الفريقين. كرة طويلة ولكن تعود مرة أخرى، يحاولون فريق الساحل، كرة عند عبد الكريم حسن، عبد الكريم يغير جهة اللعب عند علي السعيد، علي كرة عرضية ولكنها تعود جول أم لا؟ خطير خطير خطير، يا سلام، خطيرة جدا، كانت قريبة، كانت قريبة جدا يا سحلويين، كانت قريبة جدا يا ساحل، كرة عرضية باستقبال مميز، كرة قوية جدا، كرة خطيرة على الشباك، كرة خطيرة على فريق حطين. الساحل يريد، الساحل يريد التسجيل، الساحل يريد أن يكون أفضل بكرة، بلمسة، بهمسة، ببصمة أولى في شباك الخصوم بأرضهم أمام عيون العشاق، أمام عيون المحبين السحلويين المتواجدين على المباني المجاورة، نعم، لهذا الملعب. هناك الكثير من المحبين والعاشقين. كرة تعود سهلة عند محمد المصري، كرة طويلة إلى الأمام، وصلت كرة تعود عمار ولكن برأسه محمد المصري، خروج موفق، كرة عند فياضي لوسط الميدان، فياضي رأسية، شوف الكرة تتراوح بين اللاعبين، تعود لمؤنس أبو عمشة، مؤنس من بعيد، خطير جدا مؤنس، قدم قوية يا مؤنس، قدم قوية يا أبو عمشة، كرة بتسديدة قوية ولكنها مرت بسلام على الشباك الحطينية. كرة عند مرديك على اليسار لفريق حطين، حطين يحاولون التقدم والمراوغة، فك شفر الدفاع فريق الساحل، هل هناك ركلة جزاء؟ ركلة جزاء لفريق حطين، ركلة جزاء لفريق حطين، نعم، تدخل عنيف داخل المنطقة، تدخل عنيف داخل المنطقة، ماذا يشير الحكم؟ بركلة جزاء من علامة الجزاء لفريق حطين. إذن كما أشار الحكم عبد الله مصلح له ركلة جزاء لفريق حطين بعد تدخل عنيف داخل المنطقة. إذن تدخل عنيف على وائل الرفاعي والحكم بصفيرته يشير لركلة جزاء لفريق حطين. إذن حطين يقترب أكثر من التسجيل، حطين أقرب لهز الشباك بعد صافرة وركلة جزاء للحيتان. من على التنفيذ. إذن انتهت نتيجة الذهاب بين
الساحل وحطين هناك في مدينة اللاذقية بخسارة فريق الساحل بأربعة أهداف مقابل لا شيء. كان أداء مميز للحطينيين آنذاك، وفريق مميز فريق حطين يمتلك أسماء مميزة بعد عرقلة على وائل الرفاعي. الحكم يشير إلى ركلة جزاء. إذن مرديك مردكيان على التنفيذ. المردكيان على تنفيذ ركلة الجزاء. إذا ركلة الجزاء على تنفيذ مارديك مردكيان. مارديك على التنفيذ ومحمد المصري في الشباك. من سيكون أفضل من من؟ وبطاقة صفراء. إذن مارديك مردكيان على تنفيذ ركلة الجزاء. مارديك والمصري. مارديك والمصري وصافرة الحكم مرديك. يتقدم مرديك، حتى مرديك ضيعها. مرديك ضيعها. مرديك ضيعها المردكيان. كورة كانت قوية، كورة كانت باتجاه معاكس عن الحارس، كورة كانت قريبة ولكنها مرت بسلام. مرت بسلام يا ساحل، مرت بسلام يا حطين. مرديك يضيع ركلة الجزاء. المردكيان يضيع فرصة من ذهب بركلة الجزاء من علامة الجزاء، يضيعها مرديك. أضاعها المردكيان، أضاع الفرصة الحطينية بالتقدم. كورة بعرقلة من وائل الرفاعي بصافرة الحكم أشار إلى ركلة الجزاء، ولكن لم يستغلها مرديك، لم يستغلها المردكيان. حالة غريبة بمعلومة مهمة. نعم مرديك مردكيان اللاعب المهم والفتى الذهبي لفريق حطين سجل ركلتي جزاء وأضاع الثالثة اليوم، يعني خمس ركلات جزاء لصالح فريق حطين أو لمارديك مردكيان، سجل منها اثنتين وأضاع ثلاثة. يعني كاسم كمارديك مردكيان يجب أن يكون الرقم أفضل، ولكن مارديك لديه الاسم ولديه السمعة والكرة فرص والعبرة في الخواتيم والعبرة في التهديف. إلى خارج أرضية الميدان نعود إلى المستطيل الأخضر. نعود إلى ركلة مرمى لصالح فريق الساحل. الدفع المعنوي للاعبين الساحل بعد إضاعة ركلة الجزاء من مرديك مردكيان. كرة عبد الملك عنزان. الضغط على حامل الكرة من مرديك. جماهير السحلاوية على المباني المجاورة تشجع وتساند الفريق السحلاوي، خصوصا بعد إضاعة ركلة الجزاء كان هناك دفع وثقة من اللاعبين ومن الجماهير. إذن صافرة وخطأ لصالح فريق الساحل في المناطق الخلفية. 0-0 ما زالت النتيجة بين الفريقين. عمار سليمان على التنفيذ. كرة طويلة تعود كرة السحلوية في الوسط. ماهر برازي لعلي السعيد، تصطدم بعبد الملك إلى خارج أرضية الميدان. وإلى رمي التماس صالحي فريق الساحل يوسف فياضي باتجاه مؤنس. علي السعيد استقبال وأرسال. كرة رأسية من حسين شعيب إلى يوسف قلفة، يوسف لأنس بوطة، تعود الكرة ليوسف قلفة على الجهة اليمنى. يوسف بالسرعة يحاول المرور، يحاول فك شفرة الدفاع السحلاوي، ولكن الكرة عادت بتغذية دفاعية. كرة تعود محمد حديد إلى وسط الميدان، طويلة من عبد الكريم حسن، ولكن الكرة تعود لأحمد الشمالي. الرأسية من أحمد كلاسي عند ماهر برازي في وسط الميدان. ماهر كرة طويلة، شمالي يؤمن الكرة لشاهر شاكر.
شهر كرة طويلة إلى الأمام لفريق حطين. كرة على الجهة اليسرى حسين شعيب، طويلة الكرة إلى الأمام باتجاه يوسف قلفة. شوف الكرة والكنترول، عرضية إلى الأمام خطيرة حطينية على الجهة اليسرى، عادت وائل الرفاعي داخل المنطقة. وائل يحاول يعود إلى الخلف عبد الملك عنيزان، مر من الأول عبد الملك، كرة عرضية هل ستكون خطيرة، ولكن تغطية دفاعية وتعود الكرة لفريق الساحل في وسط الميدان. كرة وعرضية تكامل بالإرسال، ولكن لم يجد من يتابعها، لم تجد الكرة من يتابعها باتجاه المرمى، ومرت الكرة بتغطية دفاعية إلى وسط الميدان لفريق الساحل. إذن إلى وسط الميدان بخطأ لصالح فريق الساحل. أحمد كلاسي، كلاسي كرة طويلة إلى الأمام، وصلت كرة لمؤنس أبو عمشة، تعود كرة إلى وسط الميدان. أنس بوطة، يوسف فياضي لعلي السعيد، السعيد يحاول السعيد، ولكن الكرة تعود طويلة إلى الأمام مرة أخرى. وائل الرفاعي طويلة ولكنها بعيدة عن الزملاء، تعود الكرة لوسط الميدان والكرة عند محمد حديد. شوف الحديد بكل ثقة يحاول إرسال الكرة على الجهة اليسرى لفريق الساحل. عبد الكريم حسن، عبد الكريم يهيئ الكرة، عبد الكريم يبحث عن عرضية، عبد الكريم لجفلة، جفلة هل سيسدد من بعيد، خطير ولكنها مرت بسلام. كرة بالتسديدة من اللاعب للاعب فريق الساحل وسيم جفلة، أرسل الكرة ولكنها بعيدة عن المرمى وإلى خارج أرضية الميدان إلى ركلة مرمى لصالح فريق حطين. القلفة بالرأس، تعود الكرة إلى وسط الميدان، حسين شعيب، شعيب وصافرة، خطأ لصالح فريق حطين. حطين يبحث عن التقدم والساحل أيضا يبحث عن التقدم من اللاعبين المميزين مؤنس أبو عمشة ويوسف فياضي، علي السعيد، كرة عند يوسف قلفة يحاول المرور والاختراق. يوسف اللاعب المحرك على الجهة اليمنى، إذا رمي التماس لصالح فريق حطين. تعود الكرة يوسف قلفة ولكن مرة أخرى إلى خارج أرضية الميدان، تغطية من محمد حديد. تعود الكرة ولكن سهلة عند محمد المصري، سلامات محمد، سلامات للمصري حارس فريق الساحل. هذا الحارس الذي أثبت نفسه الموسم الماضي، نعم قدم أداء مميز مع فريق الساحل في الموسم الماضي، كان حارس كحارس، نعم يلعب كحارس بديل مع فريق الساحل، ولكن شاءت الظروف لأن يكون كحارس أساسي وأثبت نفسه بجدارة أنه قادر على حماية الشباك السحلوية. نعم كما قلنا في الدقائق السابقة تزداد المنافسة بين المنافسين على اللقب بين تشرين والجيش وحطين. أما على صعيد الأرقام لبطولة الدوري، أكثر فريق حاصل على بطولة الدوري هو فريق الجيش ب 17 مرة، يليه الكرامة بثماني مرات، والاتحاد أهلي حلب بستة مرات، جبل أربع مرات، تشرين والشرطة ثلاث مرات، بردة والفتوة والحرية والوحدة مرتين فقط. والنقطة المهمة أنه لا يوجد ولا فريق حاصل على بطولة الدوري لمرة واحدة فقط. على العلم أن فريق الساحل يلعب في دوري الأضواء في الموسم الثالث له على التوالي في كل موسم، عندما كان يواجه حطين يتعادل في طرطوس ويخسر في اللاذقية في موسم 18-19، تعادل 1-1 وخسر بهدف دون مقابل في اللاذقية. أما في موسم 19-20 تعادل هدف لهدف بنفس النتيجة أيضا هنا في مدينة طرطوس وخسر بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. أما في هذا الموسم خسر بأربعة أهداف مقابل لا شيء في الذهاب وهنا في طرطوس. هل سيستطيع الساحل
أن يحافظ على عادته وتقاليده ويقتنع نقطة مهمة قد تقيه من الهبوط، أم سيدرك الانتصار الأول تاريخيا على فريق حطين، أم أن الحيتان سيغيرون العناوين بفوز نعم يبقيهم بمطاردة دائمة للجيش وتشرين. كرة عند حسين جويد، نعود الآن إلى حديث الميدان، إلى حديث الأقدام بين اللاعبين. كرة عند قلفة، جفلة إلى خارج أرضية الميدان بتغطية دفاعية إلى رمي التماس لصالح فريق حطين. قلفة يحاول يوسف، يحاول القلفة المرور، مر من الأول عدى من الثاني. يوسف قلفة ممتاز، مراوغ، يمتلك حس المراوغة والمهارات الفردية العالية. كرة على الجهة اليمنى، جويد يحاول، جويد مر ولكن الكرة تعود شمالي. عبد الكريم حسن كان أفضل في اللقطة الماضية والإبعاد كان من عبد الكريم إلى وسط الميدان. كرة في الوسط تعود مرة أخرى، علي السعيد، علي يحاول ولكن حسين شعيب طويل. الكرة طالت عن الزملاء وطالت على الزملاء وعادت بسهولة لمحمد المصري حارس فريق الساحل. طويل الكرة السحلوية إلى الأمام، نصف ساعة مضت من عمر الشوط الأول والنتيجة ما زالت على حالها بين الفريقين. كرة طويلة إلى الأمام ولكن بين أحضان محمد المصري، طويلة مرة أخرى السحلوية، عبد الملك عنزان، عمر وصافرة من الحكم عبد الله بصلح له، تشير إلى خطأ لصالح فريق حطين في وسط الميدان. شوف ضرار الداوي يعطي التعليمات ليوسف قلفة بالبقاء متقدما أكثر وعدم العودة إلى المساندة في وسط الميدان. تعود الكرة طويلة على الجهة اليمنى لفريق حطين، هناك عرضية خطيرة ولكنها مرت بسلام. كرة عرضية محولة لم يجد من يتابعها، كرة عرضية ممتازة لفريق الساحل كانت خطيرة ولكن الأشقر مرت من الأشقر ومرت من مرديك وإلى خارج أرضية الميدان. كرة محولة من الجويد، ممتازة الكرة العرضية، ممتازة اللقطة الماضية ولكنها مرت بسلام إلى خارج أرضية الميدان وإلى ركلة مرمى لصالح فريق الساحل. فريق حطين بعد إضاعة ركلة الجزاء يحاول التسجيل، يحاول أن يكون أفضل في هذه المباراة، يحاول تسجيل البصمة الأولى ولكن تدخل عنيف على يوسف قلفة والحكم يشير إلى خطأ في وسط الميدان لفريق حطين. خطأ في المناطق الخلفية، حسين شعيب على التنفيذ. شوف الأسماء لفريق حطين، نعم أسماء مميزة، نجوم تلعب في مع فريق حطين هذا الموسم، أنس بوطة، مرديك مرديكيان، أحمد الشمالي. ولكن الآن نعود إلى حديث الأقدام، إلى كرة وإلى لقطة سحلوية ولكن إلى خارج أرضية الميدان، تصطدم بالشمالي وإلى خارج أرضية الميدان إلى رمي التماس لصالح فريق الساحل. إذن خطأ لصالح فريق حطين بعد التدخل على أحمد شمالي. شهر الشاكر على تنفيذ الخطأ، تترك الكرة لشهر الشاكر من الكتيبة البيضاء. كرة عند يوسف فياضي ولكن طالت عن الكل وطالت إلى خارج أرضية الميدان إلى ركلة مرمى لصالح فريق الساحل. المباراة هادئة نوعا ما بعد إضاعة ركلة الجزاء من مارديك مارديكيان ولكن هناك الاستحواذ الأكبر لفريق فريق حطين. فريق حطين أفضل من حيث الانتشار في وسط الميدان،
كرة عند أشقر في وسط الميدان إلى خارج أرضية الميدان إلى رمي التماس لصالح فريق الساحل. كرة تعود عمار سليمان. سليمان طويل الكرة مرة أخرى وبعيدة عن الكل وإلى خارج أرضية الميدان إلى رمي التماس لصالح فريق حطين على تنفيذ عبد الملك عنزان. أنس بوطة ولكن صافرة وخطأ لفريق حطين. إذن خطأ لحطين على تنفيذ أحمد شمالي. شمالي على التنفيذ. ننتظر الصافرة. شمالي كرة طويلة إلى الأمام باتجاه أنس بوطة ولكن جاءت عند محمد المصري والكرة طويلة مرة أخرى سحلوية. حسين شعيب. أحمد شمالي. كرة طويلة مبعدة من أحمد شمالي إلى خارج أرضية الميدان وإلى رمي التماس لصالح فريق الساحل. كرة طويلة أحمد شمالي مرة أخرى ولكن إلى خارج أرضية الميدان إلى ركلة مرمى لصالح فريق حطين. كما شاهدنا وتابعنا في الدقائق الماضية إضاعة ركلة الجزاء، إضاعة فرصة ذهبية من علامة الجزاء أضاعها مارديك مارديكيان. كرة طويلة إلى الأمام وصلت لجفلة. تعود عمار سليمان إلى وسط الميدان أو إلى خارج المستطيل الأخضر إلى رمية التماس لصالح فريق حطين. هناك العديد من اللاعبين من فريق حطين سيشاركون مع المنتخب في المباريات الودية. أتمنى التوفيق مع المنتخب في التصفيات القادمة لكأس آسيا أو لكأس العالم 2022 بقيادة الكابتن نبيل معلول المدرب التونسي الذي جاء إلى سوريا وجاء إلى منتخب سوريا ليكون هو الأفضل وليحقق نتائج مميزة مع أسماء مميزة من منتخبنا الوطني. نتابع الآن يوسف قلفة على تنفيذ الخطأ الذي يحمل الرقم 10 القلفة وننتظر الصافرة. قلفة كرة عرضية إلى الأمام ولكن طالت على الكل خطيرة كانت ولكنها مرت بسلام. مثل هذه كرات قد تكون خطيرة على المرمى ومفاجئة على حارس المرمى محمد المصري. كرة عند عمار سليمان في المناطق الخلفية يحاول إرسال كرة بالشكل صحيح ولكن عبد الملك عنزان كان أفضل وسيد الموقف في اللقطة الماضية بإبعاد الكرة إلى خارج أرضية الميدان وإلى رمي التماس لفريق الساحل. يوسف فياضي على التنفيذ. فياضي كرة عند جفلة. تعود عبد الملك طويلة إلى الأمام بعيد عن الكل. أنس بوطة أم محمد حديد من أسرع ولكن محمد حديد أبعد الكرة إلى خارج أرضية الميدان كان أقرب إليها والكرة تعود حطينية في الوسط. حسين جويد. جويد كرة عرضية إلى الأمام تعود أنس بوطة ولكن كرة عند عبد الملك. حنيزان ما زالت الكرة داخل المستطيل الأخضر. شوف حافظ على الكرة بكل هدوء بكل خبرة تعامل مع الكرة بخبرته كلاعب مميز. نعم عبد الملك. كرة في المناطق الخلفية أحمد شمالي طويلة إلى الأمام باتجاه أنس بوطة. بوطة لمارديك مارديكيان كرة طويلة باتجاه شمالي هستكون خطيرة. شمالي ضيعها. شمالي شمالي بكرة خطيرة. أحمد أضاع فرصة ذهبية ولكن ماذا يشير الحكم؟ هل هناك خطأ أم راية؟ إذن كرة بلقطة ماضية ولكن راية التسلل على أحمد شمالي والكرة تعود سحلوية في المناطق الخلفية. كرة عند عمار سليمان طويلة إلى الأمام ورأسية من أحمد شمالي إلى خارج أرضية الميدان. نعم شوف القادمون من الخلف يشكلون الخطورة على الشباك السحلوية. أحمد شمالي حسين جويد عبد الملك عنزان يساندون خط الوسط.
كورة على الجهة اليسرى السحلاوية ولكن إلى خارج أرضية الميدان، إلى رمية التماس لصالح فريق الساحل أو إلى خطأ كما أشار الحكم، خطأ لصالح فريق الساحل على تنفيذ علي السعيد. السعيد على التنفيذ، علي السعيد ننتظر الصافرة. السعيد كرة السحلاوية بالعرض تصطدم بعبد الملك عنزان وإلى خارج أرضية الميدان، إلى ركلة ركنية لصالح فريق الساحل. ركلة ركنية لصالح فريق الساحل. نشاهد الآن النتائج، تشرين وجبلة هدف دون مقابل لجبلة، الجيش متقدم على الوسبة بهدف دون مقابل، الكرامة والحرية 0-0، الفتوة بهدفين دون مقابل على فريق الاتحاد، الساحل وحطين 0-0، والشرطة والحرجلة 0-0. نعود الآن إلى المستطيل الأخضر، كرة متابعة، هل هناك متابعة من الرفاعي على الجهة اليمنى؟ وائل الرفاعي مر، الرفاعي عدى، هل هناك كرة عرضية؟ هل هناك مساندة؟ جول خطيرة جاءت، خطيرة جدا، كرة خطيرة، كرة محولة أضاها الجويد، فريق حطين يضيع فرص من ذهب، كرة محولة من وائل الرفاعي إلى جويد، كانت قريبة من المرمى، كانت قريبة من العارضة، أضاها وإلى خارج أرضية الميدان. يا سلام يا جويد، يا سلام يا وائل، يا سلام يا مرديك، نعم أنتم تفعلون كل شيء إلا التسجيل في شباك فريق الساحل، وأيضا فريق الساحل يسعى جاهدا لأن يكون أفضل في وسط الميدان. كرة عند علي السعيد، طويلة الكرة لسحلوية على الجهة اليسرى، عبد الكريم حسن، هل هناك ردة فعل سحلوية؟ عبد الكريم حسن ولكن عرضية وتغطية دفاعية في وسط الميدان الشمالي. تعود الكرة ماهر برازي وسيم جفلة، ولكن تعود الكرة جويد بالعرض، راية والتسلل على عبد الكريم وعلي السعيد. نتمنى السرعة أكثر بتنفيذ الأخطاء والراية وراية التسلل. إذن تترك الكرة لشاهر الشاكر من الكتيبة البيضاء. شاهر كرة طويلة إلى الأمام باتجاه المهاجمين، كرة عند مرديك ولكن أحمد كلاسي كان أقرب إليه، الكرة تعود لوائل الرفاعي، حزاري من الأخطاء في وسط الميدان شمالي. إلى خارج أرضية الميدان، إلى ركلة مرمى لصالح فريق الساحل. خمسة وأربعين دقيقة مضت من عمر الشوط الأول، أو 40 دقيقة مضت من عمر الشوط الأول. نتابع الآن ركلة مرمى لفريق الساحل، كرة طويلة تعود الكرة لعبد الكريم حسن على الجهة اليسرى، عبد الكريم الحسن وقع على الأرض وصافرة وخطأ لصالح فريق الساحل في وسط الميدان. كرة لفريق الساحل، متابعة مميز جدا، كرة قوية من مونس أبو عمشة، مونس خطير دائما، كرة محولة باتجاه مونس أبو عمشة، سدد الكرة ولكن شاهر الشاكر كان سيد الموقف في اللقطة الماضية، كرة تعود حطينية ولكن سهلة عند محمد المصري حارس فريق الساحل، كرة محولة إلى مؤنس، تسديدة قوية من مؤنس ولكن شاهر الشاكر كان أفضل، وكرة محولة جاءت سهلة بين أحضان محمد المصري حارس فريق الساحل. ما زال فريق حطين يبحث عن الهدف الأول. حسين شعيب كرة طويلة باتجاه أنس بوطة، صافرة وخطأ لصالح فريق الساحل، سلامات لعمار سليمان. إذن خطأ كما أشار الحكم عبد الله بصلاح له. شوف السيد ضرار الرداوي يوجه اللاعبين في الخطوط الخلفية. كرة على الرواق الأيمن لفريق حطين، طويلة باتجاه مرديك، تعود الكرة كلاسي، عمار سليمان،
حسين شعيب، ولكن رأسية وتعود الكرة كلاسي، استقبال من مونس أبو عمشة طويلة، ولكن أحمد شمالي، تعود الكرة لأحمد شمالي أو أحمد الأشقر في وسط الميدان. حسين جويد يعود إلى الخلف قليلا عند حارس فريق حطين شاهر الشاكر، طويلة الكرة إلى الأمام إلى خارج أرضية الميدان إلى رمي التماس لصالح فريق حطين. أحمد الأشقر كان خطير في اللقطة الماضية، شاهدنا كرة عرضية وكرة محولة باتجاه أحمد الأشقر أضاعها وكانت راية التسلل. إذا الكرة تعود بخطأ دفاعي، هل ستكون خطيرة؟ ولكنها عادت بين أحضان، نعم محمد المصري كان أقرب إليها وائل الرفاعي أم أحمد الأشقر. أحمد الأشقر، يوسف قلفة، مارديك مارديكيان ووائل الرفاعي يحاولون تشكيل الكثافة العددية في منطقة دفاع فريق الساحل. كرة لوسيم جفلة على اليسار، على الرواق الأيسر كرة سحلوية، عبد الكريم محولة إلى الأمام ولكن تعود الكرة إلى وسط الميدان. مرة أخرى كرة رأسية بتغطية دفاعية، تعود الكرة على الجهة اليمنى وللرفاعي طويلة إلى الأمام باتجاه مارديك، مارديكيان وعمار سليمان، كرة عند مارديك، كنترول ممتاز مارديك، وقوع الأرض والحكم يشير إلى المتابعة. عمار سليمان، كرة لعبد الملك برمية تماس، إلى خارج أرضية الميدان وإلى رمي التماس لصالح فريق الساحل. على التنفيذ يوسف فياضي، فياضي كرة في الوسط إلى خارج أرضية الميدان، دقيقتين وقت بدل ضائع كما أشار الحكم الرابع وأعلن عنها، عن نهاية الجزء الأول والشوط الأول من هذه المباراة، من هذا السيناريو المثير. أضاع حطين ركلة الجزاء، حاول جاهد الحطين تسجيل الهدف الأول، وأيضا الساحل حاول أن يكون أفضل في وسط الميدان وتشكيل الكثافة وبناء الهجمات بشكل بطيء ولكن دون جدوى. النتيجة بقيت على حالها، كرة عند مارديك، مر من اثنين وخطأ لصالح فريق حطين بعد تدخل من الخلف على مارديك مارديكيان. من على التنفيذ، نتابع الآن، شمالي على التنفيذ، أحمد شمالي أم يوسف قلفة؟ قلفة، كرة عرضية إلى الأمام خطير ولكنها مرت إلى خارج أرضية الميدان، إلى خارج أرضية الميدان وإلى ركلة مرمى لصالح فريق الساحل. إذن ركلة مرمى لصالح فريق الساحل والنتيجة ما زالت على حالها أصدقائي المشاهدين. كما قلنا وتحدثنا، هذا البث حصري لصفحة صدى اف ام أو لإذاعة صدى اف ام على الموقع الرسمي على فيسبوك. نقول لكم هذه المباراة من الملعب البلدي هنا في مدينة طرطوس بين حطين وبين الساحل أو بين الساحل وبين الحطين. نبدأ بأصحاب الأرض أولا، كرة عند شويد إلى وسط الميدان، وصلت كرة لمارديك، مارديكيان يحاول ولكن الكرة في وسط الميدان. مرة أخرى تتراوح الكرة بين اللاعبين، لمسة هنا ولمسة هناك، بصمة هنا وبصمة هناك، تسديدة هنا وتسديدة هناك، ولكن النتيجة لم تتغير بعد. كرة عند يوسف القلفة، تدخل عنيف، سلامات لقلفة وخطأ لفريق الساحل في وسط الميدان. نعم يوسف قلفة، هذا اللاعب الذي لعب في عدة دوريات عربية وأندية خليجية مميزة، كانت البداية من نادي الطليعة ولعب للجيش لموسمين، حقق بطولتي دوري مع فريق الجيش واحترف مع نادي النصر الكويتي ثم الإمارات الإماراتي ليلعب هناك في دور النجوم للحزم والقادسية، ولعب أيضا في الدوري الكويتي مع فريق العربي الكويتي. إذن أصدقائي المشاهدين لا تبتعدوا، وانتظرونا ببث جديد للشوط الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.